بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. بسم الله، ولا استعانة إلا به، والحمد لله ولا ثناء إلا عليه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين ومسك الختام لسائر الأنبياء والمرسلين، وبعد. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ماذا يعنون بكلمة السفه؟ إيه؟ ما هو السفه؟ السفه هو الخفة، السفه هو الطيش، السفه هو الجهل. كل دي ايه؟ كل دي اسمها ايه؟ سفه. أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ماذا يقصدون بالسفهاء؟ يعني القوم الخفيفون الذين لا وزن لهم. نقول لهم بقى، هدى اللي كنا بنرد عليه، نقول له بقى يا سيدي أبو بكر يعتبر من الله، عمر يعتبر من الله. يبقى حتى الكلام بتاعكم منقوض من ايه؟ من نفسكم انتم. ليه يقصدون بالسفهاء؟ قالك منهم زي ما قال القرآن، ما نراك اتبعك الا الذين ايه؟ هم اراذلنا بادي الرأي. ليه؟ ام قال لك لان ده منطق طبيعي، لان الحق حينما يأتي من السماء قلنا لا يأتي الا في شراسة باطل، وما دام فيه باطل يبقى فيه منتفعين بالباطل. من الذي ينتفع بالباطل؟ سادة القوم واللي عاملين وجهاء واللي عاملين أعيان، هم دول اللي بينتفعوا، والباقي هم دول المستغلين. فساعة يأتي دين علشان يرد كل واحد عن استعلائه ويسوي بين الناس، الأعلى الذي سيستطرق إلى الأدنى هو الذي يقبل على الدين، أم الأدنى الذي سيستطرق إلى الأعلى هو الذي يطلب الدين؟ يبقى هو جاي لأنه جاي بياخد بإيد دول. فالمنطق الطبيعي وليت الأمر كان قصرا على هؤلاء، ولكن أيضا من القوم في العليا من لا من ذهب إلى الإسلام. البيت الواحد لم ينقسم البيت الواحد؟ مصعب بن عمير وأخوه أبو عزيز مش اتنين من بيت واحد؟ أهود برضو مال إلى، ما تقولش اتبعك إلى الذين هم أراذلنا، يتبعك الذين هم أراذلنا وأصحاب الفطرة السليمة. وإن كانوا في علية من القوم، بنت أبي سفيان ألم تذهب إلى الإيه؟ إلى الإيمان. سعد بن أبي وقاص ألم يذهب إلى الإيمان؟ الله. ابن عتبة بن ربيعة ألم يذهب إلى الإسلام؟ إذن فلا تقولوا اتبعكم الأراذل والسفهاء، بل أيضا من بيوتات العرب ومن بيوتات القمة من اتبع هذا الدين، وهم الذين وازنوا بين سيادة توحيها عليهم بيئاتهم ووراثتهم وسيادة من لون آخر. يبقى صحيح الغالبية كانت من الناس اللي هم مضطهدين، لأن دي مسألة طبيعية، أي دعوة بيقبل عليها المضطهدين من الباطل الذي يسيطر على ذلك. لكن هل كلهم هم السفهاء؟ مش كلهم هم الإيه؟ هم السفهاء، بدليل أن البيت الواحد انقسم، فبعضه ذهب هنا وبعضه ذهب هنا. ولعل ذلك من الأسباب التي دعت الحق سبحانه وتعالى إلى أنه لا يأمر بالقتال في أول الأمر، لأنه لو أمر بالقتال في أول الأمر لدخلت المعركة في كل بيت من بيوتات قريش. وأيضا حين نشهد أن واحد زي خالد بن الوليد أسلم وجاءت على يده الفتوحات، واحد زي عمرو بن العاص إيه؟ أسلم. الله، يبقى دول لو أنهم في معارك الإسلام قتلوا أول الأمر كنا نفرح أنهم قتلوا، إذن فعدم قتلهم كان إحياء للمسلمين، عدم القتل بتاعهم كان إيه؟ كان إحياء. ولذلك صدق رسول الله لعل الله يخرجه من أصلنا، لعل الله. إذن فكل ما جاء به
الإسلام في متن حياته صلى الله عليه وسلم كان ولا بد أن يجيء. قولهم أنؤمن كما آمن السفهاء، يبقى إذن هؤلاء بشهادتهم هذه يحكمون أنه كان ولا بد أن يجيء الإسلام. ليه؟ قال لك لأن ما دام عندهم في طبقات الناس طبقة سفهاء وطبقة عليا، أهو هو ده الداعي إلى أن يجيء الإسلام. يا ريتهم ما قالوه، يا ريتهم. إذن قولهم لها يؤكد ضرورة أن يجيء الإيه؟ ما دام عاملين الإسلام إيه؟ طبقات. نقول لهم لا، أو الإسلام عايز الناس كلهم إيه؟ سواء، وما دام كل إنسان يؤدي حركة في الحياة فهو مساو للإنسان، والمعيار الذي يزن الله به الأشياء هو معيار التقوى والالتزام بمنهج الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على سواء، كلهم سواء. يبقى إذن قولهم أنؤمن كما آمن السفهاء، من قولهم هذا نأخذ ضرورة مجيء الإسلام، ونأخذ ضرورة معاداة الإسلام لهم، لأنهم ما داموا بهذا الأمر ويرون أن في الناس طبقة سفيهة وطبقة عالية، نقول لهم أنتم يجب أن يعدل مزاجكم الإنساني، يجب أن يعدل مزاجكم الإنساني تعديل، لأنكم جميعا سواء. ليه سواء؟ لأن احنا قلنا ما دام لا صفة لأحد بذاتيته فنحن سواء. معنى لا صفة لأحد بذاتيته، حينما شرحنا الذاتية قلنا إن الإنسان ما دام مش أموره بذاته يبقى متغير، وما دام متغير يبقى لا يصح أن يقيس قمته بحضيض غيره. ليه؟ لأن متغير يبقى القمة دي من الممكن أن تكون حضيضا. يبقى من مصلحته هو ما دامت قميته ليست ذاتية فيه إن الناس يكونوا سواء. ليه؟ حتى إذا ما تغير من قميته إلى حضيضية يبقى اللي حيطلع في القمة ده وقد كان في الحضيض يبقى لا ينظر إليه. يبقى إذن هو بيحمي نفسه ولا ما بيحمي؟ بيحمي الأغيار المتغيرة في نفسه. وأنا قلت مرة أن الإنسان ما دامت مقوماته في ذاته غير ذاتية حين يصل إلى قمة شيء أو إلى كماله يجب أن يفطن إلى أنه سيتغير. ليه؟ حين ننظر إلى الذين سيطروا ملوكا ورؤساء وقادة ودانت لهم الدنيا وكانت لهم جيوش وكانت لهم أساطيل وكانت لهم وبلغوا بالله، كلما يطول أمرهم في الملك وفي التأسيل لمناصبه يزدادون قوة أم يزدادون ضعفا؟ كان الأصول أنهم يزدادوا قوة، لما توصل للقوة كده ويفهموا منها إيه انتهت، نبتدي نلاقي الحق سبحانه وتعالى لفتهم إلى ذاته لفتة سريعة وقال لهم إنكم بأوضاعكم أنا الذي وضعت المهابة لكم إلى أن تظلوا في هذا، فإذا خلعت المهابة منكم ممن حولكم داسوا عليكم وأسقطوا. ولذلك نلتفت نلاقي شاويش في بلد من البلاد أم على رئيس الدولة وخد منه الإيه؟ شاويش. ليه؟ الشوش ده كان بينظر الاول لرئيس الدوله على انه ايه؟ ربنا هو اللي وضع فيه الايه؟ المهابه والخوف وكونوا امين عليه وكونوا، انما يوم ما ربنا عايز ينزله من القمه يقوم يعمل ايه؟ ينزع بس المهابه دي، يقول ايه ايه ابن الكلب ده رصاصه واحده ويخلص منه، وصحيح رصاصه واحده ويخلص منه، ما هو واقف عرشه يعمله كده وتنتهي المساله. من الذي وجهه هذا التوجيه؟ الحق سبحانه وتعالى. ولذلك الحق يقول لك اوعى تنغر ابدا بان المسائل توصل معاك الى الايه؟ الى القمه. ولذلك انا قلت لو لم يوجد هذا في كون الله كيف كنا نفسر قول الله تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء؟ كلمه تنزع دي مساله بتاعت ربنا. يقوم يجرأ عليه الايه؟ اقرب الناس له. ولذلك كل الانقلابات بتيجي من مين؟ من الأقربين والمحيطين. يروح ربنا خالع المهابة ها
وخالع نعمة الوفاء وخالع الولاء وخالع ده كله، فتقوم الايه ليه؟ لأن وجوده في وضعه ليس ذاتيا. بلك لو وضعه ذاتي ما كانش حد يجرؤ انه يزحزحه عنه، انما ما دام وضعه ذاتي يوم يقول له يتغير، وما دام انت حادث تبقى متغير. ولذلك الشعر يقول ايه؟ اذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالا اذا قيل تم. ازاي؟ قال لك لانه ما دام تم وهو متغير لانه حادث، كيف يتغير التام؟ ازاي يتغير يعني؟ يبقى لازم ينقص. يبقى اذا ما دام حادث يبقى متغير، وما دام متغير وقد بلغ التمام، تغيره بعد التمام الى ماذا؟ لازم يكون ايه؟ لازم يكون الى الايه؟ ترقب زوالا اذا قيل ايه؟ اذا قيل تم. ولذلك العربية قالت للخليفة ايه؟ اتم الاقر الله عينك واتم نعمتك. امو فهموا انها يعني بت؟ قال والله ما فهمتم عنها، انها دعت ان يقر الله عيني ان تبرد، واذا بردت لا تبرد الا بالموت. واتم عليك نعمتك يعني غيرها بقى، يعني ايه؟ ما دام حتم يبقى ايه؟ يبقى ترقب زوالا اذا قيل ايه؟ اذا قيل تم. ولذلك لما تقراوا انتم مثلا كنتم تقراوا الشوقي رحمه الله عليه، انتم عارفين كانوا بيعملوا عروسه النيل زمان، ويجيبوا بنت صغيرة كده ويرموها عروسة النيل، وكل فتاة من مصر كانت تتمنى أن تكون إيه؟ أن تكون عروسة النيل دي. يا سلام عروسة النيل دي، كل واحدة تتمنى أن تكون إيه؟ عروسة النيل. يوم يقول إيه؟ ونجيبة بين الطفولة والصبا، عذراء تعشقها القلوب وتعلق، كان الزفاف إليك غاية حظها، والحظ إن بلغ النهاية موبق. مش كده؟ ألقت إليك بنفسها ونفيسها، مش كده قال؟ خلعت عليك حياتها وحياءها. يبقى والحظ إن بلغ النهاية إيه؟ موبق. يبقى إذن الإنسان ما ينغرش حينما تتم له الإيه؟ حينما تتم له الأمور، لأنه ليست ذاتية إيه؟ ليست ذاتية فيه، وما دامت ليست ذاتية فيه فهي إيه؟ فهي متغيرة، وما دام متغيرة يبقى لابد لها من مغير، يبقى لابد لها من مغير، ومن مغير لا يتغير، ومن مغير لا يتغير. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. يبقى عندهم طبقية، وما دام عندهم الطبقية دي يبقى كان واجب يجي دين علشان يزحزح من نفسهم هذه الايه؟ هذه المسألة. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. لأن السفه دي مش خفة؟ طيب هم الحكم بتاعهم ده له قاعدة؟ نشوف السفيه ده مش شوف غايته ايه؟ الغاية التي يسعى إليها ماذا؟ هب أنه ظل حياته هكذا، ماذا يكون موقفه في الآخرة؟ يبقى إذن الذي يعمل لهذه الفانية يبقى هو السفيه. ليه؟ لأن كنت تعمل للفانية لو كانت هي وحدها، إنما هي وشيء آخر، يبقى إذن السفيه هو من يعمل لهذه فقط. نقول والعاقل الكيس هو الذي يعمل لما بعد الموت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى لقاءات أخرى نجلي فيها خواطرنا نحو كلام الله، والسلام عليكم ورحمة الله.